سبب الاعتصام انه في عندنا مشكله مستعصيه في موضوع المباني المستاجره، المباني اللي تفتقد الى المواصفات، مواصفات المؤسسات التربيه والتعليم بشكل كامل. احنا رافضين موضوع المباني المستاجره رفض قاطع، ومنطالب بلديه القدس بتامين مباني تابعه لها مشان اولادنا يدرسوا فيها في بيئه مناسبه، بيئه صحيه وسليمه. اليوم احنا معتصمين امام المدرسه الجديده زي ما انتم شايفين. المدرسه هاي بنيت على اساس انها مدرسه ابتدائيه للبنين او البنات. تفاجأنا في بداية هذا العام إنه المدرسة تكنولوجية ثانوية. بداية أهل الحي، السكان الحي رافضين إنه يكون بين المنازل مدرسة ثانوية بداية. والأمر الثاني، إحنا اليوم عندنا مدرسة السواحل الثانوية للبنين بعدد طلاب 460 طالب بدون مبنى، لأنه المدرسة غير صالحة قطعيا، وإحنا رافضين نفتتح السنة الدراسية فيها بشكل نهائي. لن نقبل أن أولادنا يدرسوا في مخازن لتخزين البضائع، وهذا موقفنا ومش راح يتغير إن شاء الله. نعم، نحن موجودين الآن في منطقة الصلعة، وهناك مدرسة يفترض أن يتم افتتاحها هذا العام الدراسي، ولكن بلدية الاحتلال تصر على فتح هذه المدرسة وفق المنهاج الإسرائيلي باعتبارها مدرسة تكنولوجية من الصف التاسع حتى 11 بمسار كمبيوتر. ونحن قلنا بشكل واضح أن هناك مدارس مستأجرة، وهذه المدارس لا تفي بشروط وجودها كمدرسة من حيث البيئة التعليمية، من حيث الصفوف، من حيث الساحات، من حيث المساحات، ووجود طابقين تحت الأرض رطوبة عالية، وهذا يؤثر على سير العملية التعليمية. الاحتلال لديه أجندة وفق الخطة الخماسية باستهداف التعليم في مدينة القدس، ورصد لذلك 800 مليون شيكل. هم يريدون افتتاح هذه المدرسة التي لم يسجل فيها أكثر من 17 طالب وفق المنهاج الإسرائيلي، ونحن هناك إصرار على أن يتم نقل إما مدرسة البنات أو المدرسة الثانوية الذين لا يوجد لهم مكان، 460 طالب، من أجل أن يشغلوا هذه المدرسة. ولكن الإشغال هذه المدرسة هو مرتبط بقرار سياسي، ونحن ندرك طبيعة القرار السياسي باستهداف كامل العملية التعليمية في مدينة القدس، وليس باستهداف العملية فقط في منطقة جبل المكبل. ولذلك هذه الوقفة جزء متعلق أساسي بهذه المدرسة، والجزء الآخر في مدرسة ابن الهيثم. هناك مواصلات للطلبة، تحاول بلدية الاحتلال قطع هذه المواصلات عن الطلبة، والذين يبعدون عن هذه المدرسة أكثر من 10 كيلومترات، وبالتالي يشكل خطر على حياة الطلبة. ولذلك هذه الوقفة هي مركبة من شقين، الشق الاحتجاج بشكل أساسي حول هذه المدرسة، والشق الآخر هو متعلق في مواصلات طلبة ابن الهيثم في منطقة مليسم.